كيف أنقذت الكنيسة المرقوصية بالأسكندرية الوالي عباس باشا الأول؟ أصدقائي المتابعين، أهلا بكم بفيديو جديد على القناة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بننزله. نشرت صفحة الحساب الخاص للملك فاروق الأول ملك مصر منشور بعنوان في ذكرى اغتياله الوالي عباس باشا الأول وماري مرقس، وقصة واقعية حدثت منذ أكثر من 150 عام. وتقول القصة: في إحدى ليالي الشتاء ذات البرد القارس والظلام الدامس، وبينما كان الوالي عباس الأول عائدا من رحلته في البحر الأبيض المتوسط عام 1850 قادما إلى الإسكندرية، ضلت سفينته الطريق، فعبثا حاول القبطان أن يهتدي طريقه ليصل إلى الميناء ولكنه لم يفلح. وبعد جهد كبير لمح ضوءا خافتا لا يكاد يذكر، وصدق المثل حين يقول أن ظلام العالم كله لا يمكن أن يخفي ضوء شمع. فاستبشر القبطان خيرا واطمأن كثيرا وأخذ يتبع هذا الضوء حتى وصل إلى الميناء بسلام. وبمجرد أن وصل الوالي للميناء أخذ يبحث عن مصدر النور الذي أنقذه، فوجد نفسه على الشاطئ أمام الكنيسة المرقوصية بالإسكندرية، والتي كانت في ذلك الوقت تطل على البحر إذ لم تكن هناك مباني تحجز بينها وبين البحر. وتطلع الوالي عباس باشا لمصدر النور الذي أنقذه، وإذا به يأتي من مقصورة ماري مرقس، حيث يضاء قنديل صغير معلق أمامها. فتعجب عباس باشا وفرح بهذا القنديل الذي أنار الطريق له وأرشد سفينته التائهة، فكان سببا لنجاته من الموت والغرق. وتعبيرا عن امتنانه أصدر الوالي عباس باشا الأول فرمانا بصرف 270 مليم كتبرع سنوي من الدولة للكنيسة المرقوصية، وهذا المبلغ كان له قيمته في ذلك الوقت، وهو قيمة الزيت المستهلك بالقنديل. ظلت محافظة الإسكندرية تصرف المبلغ لنفس الغرض حتى عام 1960 ميلاديا، حينها رفع المبلغ إلى 12 ضعفا، أي جعلته يصرف شهريا بعد أن كان سنويا، إلا أنها حولت غرض صرفه بأن اعتبرته ابتداء من ذلك التاريخ ليس من أجل زيت القنديل، بل معاشا دائما باسم فقراء دير المرقوصية. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.